بكم مشاهدينا في منشط أحمر معي أنا إيناس حليم، ونبدأ من أهم المنشطات. بعد ضبط شبكة الابتزاز، توجيهات صارمة بالابتعاد عن الظهور الإعلامي للضباط. أيضا في ضمن متابعاتنا الإخبارية، منخفض جوي جديد يسيطر على أجواء العراق، محافظات تعطل الدوام واستنفار للطواقم الخدمية. وأيضا في منشطنا الثاني، نشاط ملحوظ لعصابات الإتجار بالبشر، حيل شيطانية للإيقاع بالضحايا ودعوات لمواجهة حاسمة. أيضا في منشطنا الثالث والأخير، بغداد في صدارة المدن العربية بمعدلات تلوث الهواء، والخبراء يدقون ناقوس الخطر. لطالما كانت المؤسسة العسكرية العراقية تحتفظ بهيبة ورمزية لدى الجميع لجهة المهام التي تقوم بها، وهي حماية أرض الوطن والدفاع عنه في مواجهة التحديات. وخلال الأيام الماضية تم الكشف عن شبكة تمارس الابتزاز والمساومات على صلة ببعض العسكريين، وهو ما خلق جدلا واسعا وأثار تساؤلات عدة عن ضرورة إعادة النظر بالكثير من الممارسات التي يقوم بها بعض الضباط، وفي الكثير منها تكون خارج المألوف والسياقات العسكرية. وفي مسعى لمواجهة هذه الظاهرة، أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني جملة توصيات تتركز على ضرورة الابتعاد عن الظهور الإعلامي للضباط بما يحفظ هيبة المؤسسة العسكرية، فضلا عن توصيات أخرى تتعلق بتسريب الوثائق وتناول المعلومات وغيرها. نتابع هذا التقرير ثم نعود. دعوات متواصلة في الشارع العراقي نحو تثبيت سياقات المؤسسة العسكرية ومنع بعض الضباط من الانجرار خلف الممارسات غير الصائبة، خاصة بعد الكشف عن تورط بعض الضباط ضمن شبكة ابتزاز كبيرة. وخلال الأشهر الماضية نشرت الكثير من مقاطع الفيديو لبعض الضباط في الفضاء الإعلامي وهم بعيدون عما يستوجبه المنصب والرتبة التي يحملونها، وهو ما خلق حالة من الجدل والاستياء لدى الشارع العراقي. ويرى خبراء ضرورة اتخاذ إجراءات واسعة النطاق لضبط إيقاع ممارسات أعضاء السلك العسكري ومنع ظهورهم الإعلامي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا للمتحدثين، فضلا عن ضرورة إقامة دورات تطوير لهم بما ينعكس إيجابا على أدائهم المهني. ليس ذلك فحسب، بل تصاعدت ظاهرة انتحال صفات الضباط، حيث يرتدي هؤلاء الملابس العسكرية ويضعون الرتب على أكتافهم مستقوين ببعض المتنفذين، لتبدأ بعدها مرحلة الابتزاز والمساومات واستخدام هذا الزي لتحقيق المنافع الشخصية وإيهام المواطنين وخداعهم، وهو ما يتطلب إجراءات على نطاق أوسع تنهي تلك الممارسات. وفي هذا المنشط ينضم معنا الباحث في الشأن الأمني السيد مخلد حازم. أهلا بك سيد مخلد. يعني من المعروف أن الأجهزة الأمنية هي ملجأ للمواطنين، لكن بعض الضباط اليوم انخرط في ممارسات مشبوهة وأفعال لا تمت للمؤسسة العسكرية بصلة. كيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة وما الذي يحصل؟ تفضل. مساء الخير عليك ستيناس، ومساء الخير على مشاهدين قناة الشرقية. حقيقة منذ أن ظهر هذا الإعلان حقيقة ونحن يعني نتألم إلى ما وصلت إليه المؤسسة الأمنية والعسكرية، نحن نشعر أن هنالك عمل ممنهج لغرض إضعاف هذه المؤسسة، لأن هذه المؤسسة تعتبر هي الضامن لحماية المواطن، الضامن للأمن والسلم المجتمعي، الضامن لحماية البلد يعني وسيادة هذه البلد. لذلك كل ما يحصل للمؤسسة الأمنية والعسكرية أنا أراه من وجهة نظري كوني أحد أبناء هذه المؤسسة هو عمل يعني يراد منه إضعاف هذه المؤسسة والظهور بالصيغة وبصورة
بأن هذه المؤسسة يعني حقيقة هي مؤسسة غير قادرة على أن تقوم بواجباتها. نعم هذا العمل هو عمل متراكم لسنين نتيجة وضع الشخص الغير مناسب في المكان المناسب. المؤسسة الأمنية والعسكرية هي تعمل دائما وفق العقيدة العسكرية التي تعتبر العقيدة الرمزية. عملت هذه المؤسسة لسنين مع الأسف وفق العقيدة الحزبية لأحزاب وكتل سياسية، حاولت أن تستغل هذه المؤسسة ووضع أشخاص ينتمون لهذه الأحزاب على بعض القيادات وبعض المناصب التي اليوم هم يتبوؤونها في هذه المؤسسة. حقيقة نحن ليس لدينا اليوم غير أن نناشد سيد رئيس مجلس الوزراء بأن يعمل معالجة فورية لهذه المؤسستين المهمتين، لأن هذه المؤسستين تعتبر آخر حصون الدفاع وحماية المواطن. هنالك عمل يجب أن يكون وفلتر في هذه لهذه المؤسستين، لأن كل ما يخرج يعني للإعلام حقا بحق هذه المؤسستين هو يعني معيبة بحق هذه المؤسسة الأمنية، لأننا لا نتكلم عن الداخل العراقي وإنما نتكلم عن الخارج. اليوم هنالك وسائل إعلام الجميع ينظر إليها، هذا الجيش العراقي لا. الذي كانت دول العربية تأتي وتتدرب وكانت تتدرب في كلياتنا العسكرية والقوة الجوية والكلية الشرطوية، فبالتالي اليوم تتعرض إلى هذه الهجمة. حقيقة نحتاج إلى عمل دؤوب. نعم سيد مخلد، يعني ذكرت أن هنالك هجمة والهدف منها هو إضعاف هذه المؤسسة أو المؤسستين الأمنيتين، لكن هل تعتقد أن هنالك أجندات خارجية أو داخلية تحاول يعني بالضغط على هؤلاء أو تجعل لديهم صفحات ممكن تلك الصفحات هو من يقوم بها لإضعاف هذه المؤسسة، يعني وتجعلهم غير مؤهلين لأن يكونوا بتلك المناصب؟ يعني حقيقة كل ما تكلمت به هو صحيح، يعني أكيد هذه المجموعات الموجودة داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية لا تعمل يعني من فراغ، وإنما تعمل من خلال جهات ترتبط بها، وبالتالي هذه الجهات هي من توظف هذا العمل، وبالتحديد في هذه المؤسسة خصوصا المؤسسة الأمنية والعسكرية. نحن اليوم هذه المؤسسة قدمت الآلاف والملايين من الشهداء سواء في حروبها جميعا وآخر ما تعرضت له في حربها مع عصابات داعش مع كل الأجهزة الأمنية الأخرى، فبالتالي لا يمكن ولا نسمح أن تكون المؤسسة العسكرية تذهب بهذا المستوى. هنالك رؤية واضحة يجب على القائد العام القوات المسلحة أن يتداركها وأن يعمل بموجبها. هنالك لا يزال الكثير من السلبيات داخل هذه المؤسستين، يجب أن تكون لدينا رقابة صارمة على هذه المؤسستين، يجب إبعاد الحالات الشاذة عن مدراء مكاتب المدراء العامين والوكلاء والوزراء، يجب على القائد العام للقوات المسلحة أن يحاسب حسابا عسيرا السيد السكرتير القائد العام للقوات المسلحة. نحن عملنا معه لفترات وهذا الرجل مهني وأكاديمي ويستطيع أن يحقق ويدقق كيف كانت تدار المؤسسة الأمنية والعسكرية، واليوم يجب أن يعمل وفق معطيات أنه يجب محاسبة من يقصر بحق هذه المؤسسة الأمنية والعسكرية، لأننا نتكلم عن قيادات وهذه القيادات هي تمثل الخط الأول بالمؤسسة الأمنية والعسكرية، فبالتالي يجب أن تفتح كثير من الملفات في هذه المؤسسة. وأنا بالنسبة لدي يعني معلومات أن هنالك يعني أشخاص داخل هذه المؤسسة اليوم على مستويات آمر فوج أو آمر لواء، يمتلك من الثراء ما لا يمتلكه يعني شخص عمل لمدة 30 أو 40 عام. يجب أن تقدم الذمة المالية لكل منتسب في المؤسسة الأمنية والعسكرية، يجب أن يطبق قانون من أين لك هذا، يجب أن تبتعد كل الحالات الشاذة عن هذه المؤسسة وأن تكون هذه المؤسسة خط أحمر بالنسبة للمؤسسات الأخرى، وإلا أننا قد نتعرض إلى هجمات ارتدادية قد تكون أكثر من هذه الهجمة التي تعرضت لها المؤسسة الأمنية والعسكرية وبالتالي قد تعصف بالبلد. نعم يعني هنا الحديث عن فساد مالي أيضا وإداري، لكن البعض شخص أنه الضباط خرجوا أو بعض الضباط خرجوا
خرجوا عن السياقات العسكرية، وشاهدنا الكثير منهم بشكل أو وضع غير مألوف. كيف يمكن تثبيت السياق العسكري والمهني وفرض القوانين والنظم على جميع أعضاء السلك العسكري؟ يعني حقيقة من أمن العقاب ساء الأدب. يعني هنالك مركزية في المؤسسة الأمنية والعسكرية، هنالك قواعد وضوابط تدربنا عليها ست إيناس. في فترة من الفترات كنا نتخوف من أي عمل نقوم به ونحن داخل المؤسسة الأمنية أو العسكرية. اليوم هذا الحذر والخوف قد يعني قشع، لا لا لا، يعني الضابط لا يخاف من هذه المؤسسة، لأنه دائما ما يرى الرتب الأعلى منه هي تقوم بما يقوم به هو هذا الضابط. فبالتالي يعني حقيقة لا يوجد حذر من القيام بأي عمل قد يؤثر على هذه المؤسسة. فبالتالي عندما نتكلم ان الضابط اليوم يقوم بنشر يعني صور غير يعني صور غير طبيعيه، او يقوم بنشر فيديوهات، او يلبس الرتبه العسكريه، او يعني هنالك نشر لمواقع ويعني تمجيد ببعض الضباط، هذا لا هذا غير وارد في المؤسسه الامنيه العسكريه. هنالك عقيده واحده نحن نعمل من اجلها. كل هذا الذي حصل هو طارئ، وهنالك عمل ممنهج لغرض الوصول بهذه المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى ما وصلت إليه اليوم. وبالتالي يجب على القائد العام للقوات المسلحة أن يضع محاذير لهذا العمل، وأن لا يكتفي بما خرج منه بأن هنالك تجديد أو شيء من هذا القبيل. لا، يجب أن تكون هنالك عقوبات، والعقوبات صارمة قد تصل إلى الطرد وإلى السجن وإلى غيره من الأمور. فبالتالي يا سيدتي العزيزة، أنا أرى من وجهة نظري أنه يجب استمرار في المراقبة، استمرار في التطبيق، لأن في جعبتنا لا يزال هناك الكثير من القصص داخل هذه المؤسسات. نعم. الكثير من القصص داخل هذه المؤسسات الأمنية والعسكرية لا تزال لم تفضح. فإن فضحت هذه القصص أكيد سوف تصاب هذه المؤسسة بالإحباط، ونحن لا نريد أن نذكرها في الإعلام. لذلك على المسؤولين، على الجهات الرقابية أن تكون حازمة في هذا الموضوع، لأننا لا نتحمل أن تتعرض هذه المؤسسة إلى أي ارتدادات. يعني بالحديث عن ما يقوم به هؤلاء الضباط أو المنتسبين في يعني المؤسسات الأمنية، لكن هل التسويق لهذا الضابط اليوم أو ذاك مع وضع موسيقى حماسية كما ذكرت أو شاهدناها، في وضع فيديوهاتهم مع فيديوهاتهم، هل هو اليوم شعور بالغرور أم هو يعني عدم سوء تصرف؟ لا، بالتأكيد هو سوء تصرف سيدتي، لأننا عندما نذهب إلى هذه المؤسسة نذهب من أجل تقديم خدمة ضمن عقيدة نحن نؤمن بها. فبالتالي أنا لا أحتاج أن أبين هذه الإمكانية للإعلام أو للغير. فبالتالي عندما نذهب ونتطوع سواء برتبة ضابط أو منتسب في هذه الأجهزة الأمنية، أنا لدي عقيدة وذهبت من أجلها. لكن الذي حصل مع الأسف يعني في فترة من الفترات أنهم الكثير ذهبوا إلى هذه المؤسسة ليس من أجل العقيدة، وإنما ذهبوا من أجل الإكمال النقص المادي الذي يحتاجه هذا الشخص. فبالتالي أصبحت العقيدة شيء هامشي، والراتب المرتب أو المعاش الذي يأخذه المنتسب هو الشيء الأساسي في هذه المنظومة. لذلك هذه المنظومة تعرضت إلى اهتزازات قوية يعني في فترة من الفترات في عام 2014. لذلك نحن يجب أن نوظف منتسبينا وضباطنا، أن تكون هنالك دورات توعوية، أن تكون هنالك جدية في العمل، وليس مجرد أننا ذهبنا نذهب إلى هذه الدائرة تلك الدائرة ونعطي يعني مجرد يعني إيحاءات. لا، يجب أن تكون هناك جدية ثقافية توعوية للمنتسب بأنه هذه المؤسسة هي مؤسسة عقائدية، هذه المؤسسة تحمل فكر بأنه الدفاع عن أرض وسماء الوطن لا يمكن أن يتجاوزها ويذهب باتجاه أمور أخرى شخصية له. فبالتالي حقيقة يعني ما شهدناه هي نستطيع أن نقول حالات موجودة، لكن لا نستطيع أن نقول هذه الحالات قد تكون في جميع المؤسسة. نعم، هنالك شخصيات رصينة، هناك شخصيات مهذبة داخل هذه المؤسسات، لكن هؤلاء الأقل هذه الحالات الفردية قد تنعكس على كامل المؤسسة إذا لم يتم معالجتها. نعم، البحث في الشأن الأمني يا سيد مخلد حازم كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
الفقر والحرمان والبؤس وغياب الأمل مشكلات لا تكتفي بنفسها بل تجر الكثير من الآثار والتداعيات على أصحابها، ومن أبرزها ظاهرة بيع الأطفال من قبل ذويهم، حيث يرصد معنيون نشاطا ملحوظا لعصابات الجريمة المنظمة، حيث يلجأ ذوي الأطفال للتخلي عنهم بسبب الظروف المعيشية. وهنا يأتي دور العصابات التي تتاجر بالبشر لشراء هؤلاء الأطفال واستخدامهم في أنشطة غير قانونية مثل التسول والسرقة وغيرها من الأمور. نتابع هذا التقرير ثم نعود. عمليات إطاحة متكررة لعصابات الاتجار بالبشر في العراق، وهو ما يكشف نشاطا ملحوظا لهذه العصابات في استدراج وبيع الأطفال. كان آخرها ما أعلنت عنه القوات الأمنية من تفكيك عصابة اتجار بالبشر عمد أفرادها إلى بيع طفل جنوبي العاصمة بغداد. وبحسب بيان أمني فإن قوة عسكرية مع مفرزة من مكافحة الاتجار بالبشر ألقت القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص بينهم امرأة أقدموا على بيع طفل في منطقة الدورة. وجاءت هذه العملية بعد يوم من إحباط عملية مماثلة في محافظة النجف من امرأة وشاب كان يرومان بيع طفل يبلغ من العمر عاما واحدا فقط مقابل مبلغ 10 ملايين دينار. وتغيب الإحصائية الرسمية عن حجم بيع الأطفال والاتجار بهم في العراق، لكن وفق تقارير المنظمات الدولية الصادرة نهاية عام 2022 فإن هناك نحو 1 مليون طفل منخرطين في ملف العمالة ويجري استغلال جزء منهم في الاتجار بالبشر. وفي هذا المنشط تنضم معنا الناشطة والحقوقية إسراء سلمان وأيضا الناشط والحقوقي السيد محمد جمعة. أهلا بكما ضيوف الأعزاء. أبدأ معك سيدة إسراء، يعني في الوهلة الأولى عند سماعنا لكلمة بيع الأطفال يتراود على أذهاننا أي طبيعة بشرية تمتلكها تلك الأم أو الأب عند التخلي عن جزء منه رغم القانون العراقي وكل القوانين الدولية التي تجرمه وتعتبره انتهاك لحقوق الطفل؟ هل تحتاج الأم أو الأب إلى توعية اليوم للحفاظ على أطفالهم؟ تفضلي. مساء الخير. طبعا أكيد إحنا نحتاج إلى توعية ونحتاج أيضا إلى قوانين، لأن القوانين الحالية اللي عندنا أصبحت غير كافية لردع مثل هذه الممارسات، وبالتالي إحنا نشوف ازدياد في هذه الممارسات الشاذة التي قد تكون من قبل الأب وقد تكون من قبل الأم وقد تكون أيضا من قبل أشخاص يتم خطف أطفال، يعني أطفال من قبل ذويهم يتم خطفهم والإتجار بهم أو من قبل الأقرباء أو غيرهم. هذه الأمور إحنا نتكلم إلى هذه اللحظة لم يتم إقرار قانون حماية الطفل، هذا القانون الذي أصبح متوقف إلى سنوات في داخل قبة البرلمان ويرفض تمريره تحت ذريعة أنه هذه القوانين تدمر المجتمع وتدمر الأسرة وتخالف الشرع. صراحة أنا دائما أقولها، أنا ما أعرف النواب شنو الشرع اللي يتبعوه اللي يسمح لهم بهكذا، يشوفوا أن الشرع يتماهى مع هكذا ممارسات. هذه الممارسات هي ممارسات جدا خطيرة تعمل على تفكيك المجتمع العراقي وتدميره. إحنا اليوم نتكلم عن أجيال، كل الدول تعتبر أن الطفل هو استثمار لها، ولكن مع الأسف العراق إلى هذه اللحظة ما عندنا قوانين تحمي الطفل، ما عندنا قوانين تحمي الأسرة، ما عندنا قوانين حتى أنه تعالج لنا هذه المواضيع. وأحب أشير إلى نقطة جدا مهمة حضرتك ذكرتيها، الأم والأب. حاليا لجنة المرأة في مجلس النواب تعمل على تقديم مقترح لإلغاء قانون الحضانة وتسليم الحضانة إلى الأب. إحنا دا نتكلم القانون الحالي لازم تكون المادة الحالية لازم تكون الأم بالغة عاقلة رشيدة أمينة على الطفل، ولكن لا يلزم هذه الأمور إلى الأب. يعني لازم الأم تكون أمينة حاضنة رشيدة محافظة على الطفل، ولكن لا تلزم هذه الأمور للأب ليكون حاضن للطفل أو تسقط ولايته بهذه الممارسات. هذه الممارسات هي اللي دا تسمح لنا أنه تسمح بهذه الأعمال وهذه الأفكار. فبدل أن لجنة المرأة تعالج الموضوع الحالي اللي هو موضوع جدا خطر، اللي هو موضوع الإتجار بالبشر ومعالجته معالجة حقيقية وحماية هاي الأطفال والأجيال، لا، لجنة المرأة تعمل على تفكيك المجتمع وزيادة الدمار وزيادة حالات
الإتجار والتسول وعمالة الأطفال. طيب سيد محمد، يعني حسب تقارير عالمية أن نصف ضحايا الإتجار بالبشر هم من الأطفال، هل تعتقد أن الإتجار بهؤلاء يعني بسبب ضعف تلك الفئة الصغيرة، أم بسبب يعني سهولة السيطرة على الطفل وعدم استطاعته بأخذ حقه أو الهرب من الذي يتم يعني المتاجر به أو الذي يتاجر به؟ بالفعل هي سهولة السيطرة عليه، والطفل سعره أغلى من سعر الأكبر عمرا للأسف. سهولة السيطرة على الطفل إضافة السعر عند المتاجرين بالبشر، لماذا يكون سعره لماذا يكون سعره أعلى؟ لأن هم يستغلون في أعمال السخرة، يستغلون في أعمال التسول وغيرها، بالتالي سعره اغلى لان هو يستطيعون استخدامه في اكثر من مكان، وبالتالي هو ايضا سهوله السيطره عليه، ما حيبلغ، ما حيسوي مشكله، فالسعر الطفل يكون اغلى. الاطفال هنالك اطفال يباعون بعمر السنه سنتين اقل، يعني في جرائم كشفت هؤلاء يبيعون أطفال بهذه الأعمار الصغيرة على مود يعني تسجل بأسماء عوائل ثانية. يعني الموضوع الأطفال سعرهم أغلى لهذه الأسباب، وللأسف أصبحت عندنا عصابات وشبكات للجار البشر. يعني أحد الجرائم الجديدة دخلت عندنا بالعراق في الآونة الأخيرة هي هاي شبكات وعصابات تتاجر بالبشر. عندنا من يبيع البشر، عندنا من يشتري البشر، وعندنا من يستغل ايضا البشر في اعمال الدعارة واعمال التسول وغيرها للاسف. نعم سيدة إسراء، يعني احد اسباب الاتجار بالبشر اليوم شاهدنا الكثير منها، لكن احد اسبابها هي العلاقات المحرمة. يعني ضمن تلك العلاقات المحرمة تود تلك المرأة ان تتخلص من ذلك الجنين، او ممكن يعني رغبة منها بعدم ان يكون ذلك الطفل لها. ما العقوبات اليوم على من يتاجرون بهؤلاء او يبيعونهم، وما العقوبة ايضا على تلك الجريمة هي جريمة العلاقة المحرمة؟ احنا القانون العراقي وضع ضوابط يعني مشددة على هذه المواضيع، مواضيع الإتجار بالبشر، يعني في قانون العقوبات مواضيع قوانين مشددة على موضوع الإتجار بالبشر، واحنا حتى عندنا قوانين تمنع الإجهاض يعني. نعم. وكذلك على موضوع الدعارة او غيرها من الافعال، هي قوانين معاقب عليها في قانون العقوبات العراقي. لكن انا دا نتكلم احنا الى وصول الى عقوبات، بس انا ليش ما اوجد حلول لهذه المشاكل حتى ما أوصل الأمور إلى هذه المرحلة. خلي في بالك أنه كثير من اللي تكلمت عنهم الأطفال هم مو ناضجين عن علاقات محرمة، لا. المشكلة أنه إحنا عندنا اليوم عوائل اللي تبيع أطفالها، آباء يبيعون أطفالهم، دا نشوف أنه حالات الخطف، هذه العملية يعني مو فقط أنه ناتج من علاقة، يعني علاقة مثل ما ذكرت أنه علاقة محرمة. عندنا مشكلة ثانية اللي هي موضوع الإتجار بالبشر، وخلينا نكون واضحين، موضوع الإتجار بالبشر ليش هو الزواج القاصرات اللي هن تحت ال 15 اللي عمرهن 7 سنوات وثمان سنوات وتسع سنوات وعشر سنوات، هذا إتجار بالبشر لو مو إتجار بالبشر؟ يعني أنا من أجيب طفلة وأزوجها، هل هذا إتجار بالبشر لو مو إتجار بالبشر؟ من الولد جبري يقبض فلوس ويزوج طفلة بهذه الطريقة، هذه جريمة. تجي بعدين تقول لي هاي الطفلة راح تنجب طفل وراح تربي أطفال؟ زين، ما هذه المواضيع إذا ما أني أوجد لها حلول حقيقية وحلول استباقية، أنا ما أجي أقول والله أنا عندي فلان مشكلة وشلون أجد لها حل. توجد لها حل أنه أنت أساسا توضع ضوابط على هذه الأمور. إحنا إلى هذه اللحظة ماكو هذه الضوابط، احنا ماكو هذه الامور. يعني اللجان اللي عندنا مع الاسف، مع الاسف، والنواب اللي عندنا مع الاسف ملتهين بغير امور، عارفين الاسره، ولا بالعكس يسعون الى تدمير المجتمع وتدمير الاسره العراقيه. يعني القانون المطروح اللي طرحته لجنه المراه حاليا اللي يريدون يصعدوا قراءه اولى،
حول الماده 57 تسمح بزواج الطفله اللي هي اقل من ال 15 سنه، الاب يروح يزوجها، هذا اتجار بالبشر لو مو اتجار بالبشر. نعم طيب سيد، يعني نعم سيد محمد، تلك نقطه مهمه، يعني لو ناتي الى الفتيات اللواتي يعني يتم الاتجار بهن بحجه زواجهن وهن قاصرات، يعني والبعض لا يعرف انه تلك تجاره، لكن ما الظروف التي تخلق مثل تلك العوامل؟ وبالفعل مثل ما تفضلت السيدة سعية، زواج القاصرات هو نوع من أنواع إتجار البشر، لكن هو نوع من إتجار البشر القانون ما ينص عنه، يعني إحنا عندنا قانون مكافحة الإتجار البشر، الزواج ما يعتبر، زواج القاصرات ما يعتبر أحد أنواع إتجار البشر، بينما هو بصيغته وبفعله إتجار البشر ممكن بصورة واضحة. فنعم لدينا زواج قاصرات تباع، من هي بأقل 15 سنة تباع للرجل يعني بحجة الزواج. لكن الظروف هو يعني غالبا هي الظروف الاقتصادية، يعني الظروف الاقتصادية تحكم في كثير من الأحيان، العوز المادي، العوز الاقتصادي، إضافة الفكر المجتمع، احنا عندنا تفكير لا زال سائد في المجتمع بانه البنت يجب ان تتزوج، يعني هذا تفكير كانما البنت هي عالة على اهلها ولازم يتخلصون منها بالزواج، فيزوجوها وهي صغيره باي شكل كان، اضافه للعوز والفقر المادي. لكن احنا يعني الموضوع الاتجار بالبشر، يعني هسه احنا الاتجار بالبشر عقوبة المؤبد بالقانون، عقوبة السجن المؤبد يعني عقوبة عالية. نعم. احنا نحتاج إلى جهود أكثر بالمكافحة، يعني هذول اللي يستولون بالشارع إذا يتم يعني تسول جريمة، وإذا يتم تتبع مصادر هؤلاء أغلبهم جايين من عمليات إتجار البشر. نعم. وأغلبهم جايين من عصابات، بالتالي نحتاج إلى جهود أكبر وأكثر في موضوع مكافحة الإتجار بالبشر، يعني متسولين بعدهم بالشارع، ليش موجودين بالشارع متسولين؟ ليش ما أتبعهم؟ نعم. أتبعهم، أنا مو ألقي القبض على متسول وأودي كل شيء ما أعرف عنه، لا أتبع متسول، أتبعه هذا متسول، أتبعه وأعرف وين دا يروح ومنو دا يجيبه ومنو دا يوديه، هؤلاء أغلبهم خلفهم عصابات. نعم. إتجار بالبشر، يجب تتبع هؤلاء والسيطرة على طيب شبكات مكافحة الإتجار. نعم سيدة إسراء، يعني عند بيع هؤلاء الأطفال كما تحدث سيد محمد، بعدها لا نعرف مصيرهم، أما يكونوا متسولين أو استئصال، البعض يستأصلون أجزاء من جسده، من يحمي هؤلاء اليوم إذا لم يكن هنالك تتبع أو رقابة؟ من يحمي هؤلاء رغم نشاهد الكثير من الأطفال هم يعني على الطرقات أو في التقاطعات؟ ماكو اي حمايه، ما عندنا معالجات حقيقيه، احنا عندنا معالجات ترقيعيه للموضوع. لا. لان احنا لو عندنا معالجات حقيقيه واحنا بسنه 2024 لحد هذه اللحظه لا عندنا قانون حمايه الطفل، لا عندنا قانون عنف اسري، لا عندنا قوانين حقيقيه تحمي الاسره، احنا ملتهين نصن قوانين تدمر الاسره، يعني الاسره العراقيه دا تتفلش. نعم شلون يعني القوانين اللي موجوده. نعم يعني عذرا لضيق الوقت لكن انتهى وقتنا لهذا المانشيت، الناشطة في مجال المرأة والطفل إسراء سلمان وأيضا الناشط الحقوقي محمد جمعة كنتما معي، شكرا جزيلا لكما. وفي منشأتنا الثالث والأخير، جاء العراق في المرتبة الأولى عربيا والسادس عالميا في مؤشرات تلوث الهواء خلال العام الماضي 2023، وذكر تقرير لشركة IQR لتكنولوجيا جودة الهواء أن العراق جاء في المرتبة الأولى عربيا في مؤشرات تلوث الهواء خلال العام الماضي، فيما احتل المرتبة السادسة عالميا. وبحسب التقرير فإن معدل تركيز الجزيئات الملوثة 43.8 ميكروغرام لكل متر مربع بالنسبة للعراق، وإلى جانب تداعيات ظاهرة التغيير المناخي العامة التي تعصف بالعراق والذي يصنف وفق منظمة الأمم المتحدة كخامس أكثر دول العالم تضررا
من هذه الظاهرة الأخذة في التفاقم، فإن خبراء يشيرون كذلك إلى تضافر جملة عوامل وراء ارتفاع نسب تلوث الهواء في العديد من المدن العراقية، ولا سيما الكبرى منها كالاكتظاظ السكاني بفعل الهجرة الواسعة من الأرياف وانتشار العشوائيات في أطراف المدن وتهالك البنى التحتية والخدمية فيها جراء ذلك. إذن يرى متخصصون أن المطلوب من السلطات العراقية هو زيادة المساحات والأحزمة الخضراء داخل العاصمة وما حولها وتجديد الرقابة على مخلفات الغازات والأبخرة المضرة بالبيئة والملوثة للهواء من مصانع ومعامل ومركبات، والعمل على تنظيم التوسع والتخطيط العمراني والسكاني داخل المدن. تقارير مختصة تشير إلى أن الغبار في العراق يحتوي على 33 نوعا من المعادن ذات التأثير الخطير على الصحة العامة، إضافة إلى 147 نوعا مختلفا من البكتيريا والفطريات التي تساعد على نشر الأمراض. ومع بلوغ عدد سكان بغداد نحو 10 ملايين نسمة، فإن هذه الزيادة المهولة في أعداد السكان تؤدي لارتفاع الضغط على البنى التحتية للمدن العراقية كونها غير مهيئة لاستيعاب مثل هذه الأعداد الهائلة، فضلا عن زيادة عدد المركبات وخاصة التي لم تخضع للسيطرة النوعية أو لقانون يضمن حماية البيئة من انبعاثات عوادم المركبات، ما سبب زيادة كارثية في انبعاثات غازات خنقة ومواد متطايرة. وفي هذا المنشط ينضم معنا رئيس جمعية حماة دجلة السيد علي الكرخي. أهلا بك سيد علي. يعني نعرف أن البلدان الملوثة أو الأكثر تلوثا في العالم يعني هي البلدان الصناعية، لكننا اليوم لسنا ببلد صناعي، يعني ما العوامل وراء هذا التلوث وهذه الإحصائية التي تجعل العراق من البلدان التي تتصدر الدول العربية في نسبة التلوث؟ تفضل. نعم، شكرا للاستضافة. بالفعل أن العراق ليس من كبريات مصادر الاحتباس الحراري والغازات الدفيئة في العالم، ولكن بالمقابل هو من أكبر منتجي الوقود الأحفوري، والوقود الأحفوري كما نعرف هو مصدر من مصادر الغازات الدفيئة، خصوصا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن العراق ينتهج نهج غير مستدام في الاستخراج، في آليات الاستخراج وفي إعادة تكرير الوقود الأحفوري والنفط، لأن ليس بسر ولا يخفى على أحد أن العراق يقوم بحرب الغاز المصاحب للنفط، ولا يزال للآن مشروع تكرير أو إعادة تدوير الغاز المصاحب للنفط متلكئ ومتأخر. سأمر جيد على الأقل أنا في الآونة الأخيرة اتجهت الحكومة العراقية وسعت بخطوة أولى على الأقل بفتح الباب للاستثمار في مجال إعادة تدوير النفط، تكرير الغاز المصاحب للنفط، ولكن لا نزال الآن نحن متأخرين. أخذا بنظر الاعتبار أن العراق وما شرح حضرتك في مقدمة الأمر كان يشير إلى أن الدور البلدان الصناعية ضخم بهذا الشيء، ولكن بالمقابل ننظر لموقف العراق مين ناخذه؟ من آخر اجتماع لكوب اللي جرى بين شهري 11 و12 العام الماضي 2023 في الإمارات، لما اعترض العراق على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وذلك لاعتبارات اقتصادية تتعلق بقدرة العراق على الاستيفاء بالتزاماته الاقتصادية بموازاة لأنه اليوم العراق هو انبعاثات الغازات الدفيئة. نعم، العراق هو يعتمد بشكل كامل على على استخراج النفط، لكن لو نتحدث عن التداعيات الصحية المحتملة لتلوث الهواء في العراق نتيجة انبعاث الغازات الملوثة من عمليات استخراج النفط وأيضا تشغيل المولدات الأهلية. المولدات الأهلية، أعداد السيارات غير المحدود واللي لا نزال احنا ندخلها، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هناك بدائل في العالم بدات الناس تتخلى عن استخدام مصادر الطاقه الاعتياديه، الطاقه البديله مشروع واعد للعراق،
يحل أزمة الاحتباس الحراري والتغير المناخي والأضرار والآثار الصحية التي تفتك بالمواطنين، أعلى نسب ومعدلات الإصابة بأمراض الرئة والسرطانات في جنوب العراق وتحديدا في البصرة، هذا بإحصائيات موثقة ومؤكدة يوجد في العراق، هي النسبة الأعلى للإصابة بأمراض السرطان، وذلك نتيجة كل العوامل الآنفة الذكر، منها الاستثمارات النفطية والمولدات والسيارات والانبعاثات غير المراقبة، حتى المولدات اللي باتت في الأحياء السكنية وبين منازلنا وكأنه أمر معتاد، ومع أنها هي جريمة. هذا كان حل مؤقت قصير الأمد لحين أن تتمكن الدولة، احنا نحكي عن 20 سنة مضت بعد 2003 لحين أن تتمكن الدولة من عمد الوضع العام صانع القرار الى استخدام هذا البديل، ولكن لا نزال عايشين على هذا البديل قصير الامد لليوم. فلهذا الاثار الصحيه لا يمكن الان ان نوقفها الا بوقفه جديه مع نفسنا، مع ذاتنا. احنا في حلبه ملاكمة، ومو فقط خصمنا وهو البيئة والمناخ يضربنا، ولكن بل احنا ايضا نضرب نفسنا عبر اهمال ملفات الوقاية والتخلص من آثار ومسببات التغير يعني المناخ. بالحديث عن الوقاية المناخ. نعم بالحديث عن الوقاية سيد علي، لكن هل يمكنك شرح كيفية تأثير الزيادة المهولة لعدد السكان في العراق؟ خصوصا هنا أتحدث عن الزيادة المهولة في عدد سكان بغداد، واليوم السيارات أيضا كما ذكرت هي الأكثر موجودة في بغداد، وأيضا المولدات الأهلية ممكن تكون موجودة أكثر أيضا في بغداد. أي سيارات والمولدات حكيت عنها، بس ولكن بشق آخر من آثار الزيادة غير المراقبة وغير المحسوبة للسكان في العراق هو ما يجري في مراكز المدن بغداد وحتى باقي المحافظات القريبة من بغداد واللي بها نشاط اقتصادي نسبيا جيد مثل كربلاء، من تجريف للأراضي الزراعية، من يعني مسح تام وكامل لكل البنى التحتية اللي من شأنها مساعدة البلد بمقاومة التغيرات المناخية. وبشكل عشوائي اليوم البلد الدولة أو الحكومة العراقية تناقش بجدية حل مشكلة العشوائيات عبر تمليكها لمن من قام بالتجاوز على هاي الأراضي الزراعية، تجريف المساحات الخضراء، إزالة البساتين والمزارع، والسكن غير المحسوب نتيجة الكثافة السكانية، السكن غير المحسوب والتكدس في أماكن دون أخرى، هذه من أسباب من ما يزيد من الأزمة. كذلك الاستهلاك المفرط بالموارد، الاستهلاك بالموارد المائية تحديدا في بلد شحيح، والآن احنا بسبب الاستهلاك هذا نمط الاستهلاك المفرط ما عدنا قادرين على إيصال ما تحتاجه الأقضية والنواحي والقرى من الموارد المائية، لأنه كل أو مجمل الاستهلاك ونمط التوزيع غير المنصف غير العادل غير المحسوب، الزيادة السكانية المتراكمة، ما عندنا قادرين على ري الاراضي الزراعيه. طيب سيد علي، نعم نحن اليوم نحاول الأنوار تموت عطشا. نعم سيد علي، اليوم نحاول عن ايجاد حلول وايضا تحسين جوده الهواء، ما الذي يجب على الحكومه العراقيه اليوم ان تتخذه لاجراءات ممكن تحد من هذا التلوث الكبير الحاصل في العراق وهو الاول عربيا اليوم؟ نعم، اولا انا برايي ومن متابعتي عليهم تقبل الراي الاخر، على سبيل المثال في اللجنه الوطنيه للتغيرات المناخيه اللي نظريا تم تشكيلها بشكل ديمقراطي وضمت ممثلين للمجتمع المدني وخبراء وجهات قطاعيه مختلفه في مرحلتها الاولى من العمل، لما وجدت نقاشات وآراء متعارضة مع التوجه العام لصانع القرار الأول بالدولة، تم إقصاء الناس، تم إبعادهم، لا مجتمع مدني ذو رأي معارض، لا أصوات تقول أنه إحنا بحاجة للاستثمار بالطاقة النظيفة، الطاقة البديلة، لماذا لا يتم تخصيص الميزانيات في العراق للطاقة الشمسية، طاقة الرياح؟
كل التوجه للتسليح والعسكرة، مع أن ملف التغير المناخي ملف أمني أيضا. نعم بالمقابل يهدد حياة الناس، هذا أمر. فدا أقول أنه عليهم تقبل الآخر وسماع الجميع، لأنه إحنا أبناء البلد وحريصين عليه، وكذلك أنهم عليهم تفهم أنه هم تشغيليين، مهمتهم تشغيل البلد وليس تملكه، هم مو أصحاب البلد، هم مشغلين للبلد، هذا أمر. الشغلة المهمة الأخرى التفكير بجدية بموقف العراق من مقررات كوب وما يتعلق بخفض. نعم سيد علي، يعني الحديث يطول عن هذا الموضوع، لكن عذرا لضيق الوقت، الخبير في مجال المياه والبيئة انتهى أنشأتنا لهذا اليوم. سيد علي الكرخي شكرا جزيلا لك، وأيضا أنتم مشاهدينا شكرا لكرم المتابعة، ألقاكم في منشطات أخرى، إلى اللقاء.